يلا صلى على النبي واستهدوا بالله وقعدوا الساعة واحدة إلى ربعة هي واحدة إلى عشرة. فكلمة environment معناها إيه؟ كلمة environment معناها الإير، هي يعتبر component من الكومبوننت بتاعت الانفايرمنت. يلا يا جماعه عشان نخلص حاجه الله يخليكم قبل ما الجرس يضرب ربنا يستر. فاول حاجه هنتكلم على الاير، هنتكلم على الاير، اتكلمنا على الاير بوليوشن ده كومبوننت من كومبوننت بتاعت الانفايرمنت. بعد كده في حاجه تانية مهمه اسمها الويست، هنتكلم عنها ان شاء الله، دي واحده برضو من الكومبوننتس بتاعت الانفايرمنت. بدا شكر الانفايرمنتال هيلث، عايزين نفهم. بعد كده لا الصوت بقى الصوت. بعد كده في فود. طب ليه يا جماعه ما اتكلمناش على الفود؟ لان في شابتر كامل لوحده اسمه نيوتريشن كان بيتكلم على الفود. بعد كده هنتكلم على الووتر، وخدنا الووتر قبل كده في الراوند، وفي جزء كمان هيتزود في النظر الووتر. يبقى كل ده من كومبوننتس بتاعت الانفايرمنت. وبعدين في بعد كده هنتكلم على الهاوسنج. الهاوسنج يعني الهاوسنج السكن وشروط المسكن الصحي والكلام ده كله. يبقى شابتر الانفايرمنت قلت لكم ده اسهل شابتر في المنهج، اسهل شابترين في المنهج اللي هو الانفايرمنت والنون كوميونيكابل. كل شابتر لو انت مذاكره قبل كده بياخد مراجعه ما يزيدش عن ساعتين، ده بالتجربه يعني. فال تسالش فينا. فقلنا كلمه انفايرمنت معناها خمس حاجات، انفايرمنت معناها خمس حاجات، معناها الاير، معناها الويست، معناها الفود، معناها الووتر، معناها الهاوس. طب احنا حضرتك الاير خلصناه، اتكلمنا في ايه على الاير؟ اتكلمنا على الاير بوليوشن، يعني انت لو ذاكرتوه دلوقتي هتفتحوا جدا. واتكلمنا على الجلوبال هيلث بروبلم. يلا يا جماعه الله يخليكم اقعدوا الله يكرمكم عشان نبدا. طيب الفود قلنا مش هنتكلم عليه دلوقتي، يبقى احنا فاضل لنا عشان نخلص شابتر الانفايرمنت ثلاث موضوعات. ها ايه هما الثلاث موضوعات؟ هنتكلم على الهاوسنج، وبعدين هنتكلم على حته صغيره في الويست، وبعدين هنتكلم على حته صغيره فين؟ في الووتر. النهارده عشان اللي حصل الحصه اللي فاتت وما لحقتش اكمل الحصه، مش هشرح الاخر صفحتين بتوع الووتر عشان بدلهم هشرح الايه الصفحه اللي انا كنت سبتها لما الجرس ضرب اللي هو بقيه الجلوبال انفايرمنتال هيلث جروب. اللي خد الصفحه اللي هيروح، واللي ما خدهاش هيستنى اول. ممكن ابدا الحصه ولا تكملوا كلام؟ اخر صفحه كانت التصحر ده. ايوه دي كان في ناس ما حضرتهاش، فانا هقولها في الاخر. ابدا لما تخلصوا الكلام قولوا لي عشان ابدا. طيب اسهل شابتر في المنهج الانفايرمنت. ليه بقى؟ انا بقول صلوا على النبي وركزوا معايا. هنبدا نتكلم في الهاوسنج. اول حاجه هنتكلم عليها في الهاوسنج في نظام الامتحان الجديد، هيقول لي انيوميريت 3 ريكويرمنتس اوف تاون بلاننج اللي هو نظام تخطيط المدن الجديده. في حاجه عنوان عندكم حاولوا تركزوا معايا لوجه الله حد. في عنوان اسمه تاون بلاننج. يعني ايه كلمه تاون بلاننج؟ تخطيط المدن الجديده زي الدمارات الجديده، المنصوره الجديده، التجمع الخامس، اي مدينه جديده. يعني احنا بنحط بلان الاول او ديزاين، يعني حضرتك مش بنبني كده عشوائي. تاون بلاننج ايه ده بقى؟ تاون بلاننج معناها، تابع معايا من المذكره، معناها ان احنا نحط بلان او ديزاين لاي مدينه بيفور بينج استابليشد. طب ايه هي الريكويرمنتس اوف تاون بلاننج؟ هما ست نقط هيجي لك انيوميريت ثلاثه او اربعه. قال لي والله نعمل زونينج. زونينج يعني ايه زونينج؟ التقسيم. يعني نبعد الاماكن السكنيه اللي هي ريزيدنشال اريا اللي هي الار عن الاماكن الكوميرشال اريا المتاجر والمبيعات، زي اللي بيعمل كومباوند جديد بيقسمه تقسيمه حلوه كوميرشال اريا لوحدها وريزيدنشال اريا لوحدها، ونبعد طبعا الاندستريال ارياز عنهم كلهم. وبعد كده رقم اثنين قال لي نو انكروتشمنت. يعني ايه كلمه نو انكروتشمنت؟ يعني مفيش منطقه تضغط على منطقه ثانيه، يعني ما نجيش مثلا نعمل مصانع بحيث ان هي في ايه تاثر على المنطقه السكنيه. النقطه الثالثه قال لي ايه هي شروط المصنع الاندستريز. خدنا الكلام ده الحصه اللي فاتت. قال لك ايه شروط لما نيجي نبني مصنع؟ من فضلك ركز معايا، بقول لك من فضلك، اللي هي كلمه نميد كوبل، اللي هي نعرف النيتشر بتاع الكونتامينت والميتيرولوجيكال تشينجز، ونعرف الديسبيرشن ابيليتي اوف ذا اير،
مش كده؟ لكن كلمه قلناها اسمها نمد ايه؟ نمد بروجرس. طيب ودايما لما نيجي نبني مدن جديده، انت لو نزلت اي منطقه كده دمياط الجديده المنصوره، يعني اي مكان مبني جديد، بتلاقي معمول دايما في الحسبان ان ايه؟ متقسم حلو، ان في النص كده في جناين، جرين ارياز كتير، مساحات خضراء، القرى والحاجات اللي موجوده كلها، والستريتس وايد ستريتس. ده بالنسبه لتخطيط المدن الجديده، يبقى في ميدان وحواليه شوارع كده. وبعد كده في المدينه الجديده دي نوفر حاجه اسمها الكونفينينت. شوف انا لو انت تلاحظ انا بتكلم كلمات كي ووردز، عشان اللي بيصحح هيدور على الكلمه. فكونفينينت، كونفينينت بابليك سيرفيسز، يعني لازم اي مدينه جديده، مش بيقول لك لما بيجي اعلان قريه مش عارف ايه ولا مدينه ايه، يقول لك فيها خدمات. اول حاجه بيقول لك ايه في الخدمات ديت؟ فيها مدارس، سكولز، فيها مطافي، الفاير اكستنجوشنج يونتس، فيها اسعافات اوليه، الفيرست ايد، فيها بوليس ديبارتمنتس، فيها مستشفيات. مش ده الكلام يا جماعه اللي بنقوله؟ واخر حاجه خالص ان في التاون بلاننج ده، في المدينه الجميله دي او في البلد الجميله ديت، لازم يكون كل بيت كمان ايه؟ سانيتري هاوس. سانيتري هاوس بس، سانيتري هاوس. فالنظام الجديد ده حلو، ده لمصلحتكم. بدل ما كنتوا هتسمعوا ست نقط، هيقول لك ان يمرق ثلاث نقط او اربع حاجات من التاون بلاننج. طيب يبقى عكس كلمه تاون بلاننج ايه؟ عكسها البول هاوسينج والسلامز. يعني ايه كلمه سلامز؟ يعني عشوائيات. يعني ايه سلامز يا جماعه؟ يعني اماكن، في اماكن في المنصوره عشوائيه، يعني اصلا تلاقي الشارع ما ينفعش تدخل فيه حتى بعربيتك. خلاص سلامز معناها هاب هازاردلي فورمد. يعني ايه هاب هازاردلي فورمد؟ يعني مفيش بلان قبلها، مفيش رسم للمدينه دي قبلها. هاب هازاردلي فورمد، دنسلي بوبوليتد ارياز، مليئه بالسكان. خلاص ويز ايه؟ ويز بور هاوسنج واندور اير بوليوشن. يعني ايه كلمه بور هاوسنج يا جماعه؟ بور هاوسنج اربع كلمات مهمين قوي. بور هاوسنج اللي هي كلمه مودي. مودي اللي هي ايه بقى؟ مودي، مودي ساكن في العشوائيات. الام بتاعت مودي معناها مولتس. مولتس يعني ايه؟ يعني فطريات او تعفن. مولتس يعني تلاقي البيت الاساس بتاعه معفن. والاو معناها اوفر كراودنج، زحمه جدا العشوائيات. والدي معناها الرطوبه اللي هي الدامبلس، لان طبعا اذا وجدت الرطوبه وجدت الفطريات او العفن. والاي معناها اندور اير بوليوشن. طبعا يا جماعه ما عندهمش اصلا تهويه، وخدنا الحصه اللي فاتت ان كان في حاجه اسمها اندور اير بوليوشن، وعشان يحصل اندور اير بوليوشن لازم ترايات، لازم في سورس اوف الاندور اير بوليوشن، وفي الانيكوت فنتيليشن، ودرجه الحراره والرطوبة مش مظبوطه. والاي برضو معناها انفستيشن. حد عارف يعني ايه كلمه انفستيشن؟ انفستيشن يعني ايه؟ يعني حاجه ايه؟ بارازيتك، يعني في قبل بقى وبراغيث وجرب وحاجات كده. فده الديفينيشن بتاع ايه؟ البور هاوسنج والعشوائيات. الامودي ساكن في ايه؟ ساكن في عشوائيات. عشان كده احنا بنعمل حاجه اسمها تاون بلان. تفتكروا ايه اسباب العشوائيات يا جماعه؟ اول حاجه الدخل القليل بتاع الناس، لو سوشيال ايكونوميك ستاندرد. ثاني حاجه عدد السكان كبير، في اوفر بوبوليشن، ان الناس بتسافر تسيب بلدها، الارياف يعني والفلاحين، ويجوا يسكنوا في المدن في الاماكن العشوائيه عشان يتعلموا، وما يقدروش يقعدوا في سكن ايجاره غالي. صح؟ وغير كده وكده من ضمن الاسباب ان احنا عندنا كان قبل كده في بور سيتي بلاننج، ما كناش بنخطط قبل ما نبني، لكن احنا ان شاء الله بعد كده بنعمل ايه؟ حاجه اسمها سيتي بلاننج او سيتي ديزاين. طيب ايه رايكم؟ هاو تو سولف البروبلم اوف سلامز؟ ده ممكن تيجي في الامتحان يقول لك كده هاو تو سولف البروبلم اوف سلامز. فهم اربع نقط، اكتب كده جنب اول نقطتين اثنين عشوائيات. اثنين عشوائيات اللي هو ايه بقى؟ اللي هو ان احنا اباده العشوائيات. تحل المشكله ازاي؟ اباده العشوائيات، حاجه اسمها ديمولشن اوف سلامز. بس عشان نعمل اباده العشوائيات لازم ما هدهاش بقى على اهلها، زي فيلم كراكون في الشارع كده. امال اعمل ايه بقى؟ انقل الناس الاول ري هاوسنج، انقلهم الاول في مكان مؤقت، يبقى ري هاوسنج. وبعد ما اعمل ري هاوسنج اعمل ايه؟ ديمولشن اوف سلامز. رقم اثنين، نعمل بقى مساكن تبع مثلا ايه؟ تبع الحكومه او كده بايجار بسيط عشان الناس اللي هم الايه؟ اللو انكم بيرسونز. يبقى استابليشمنت اوف ريزيدنشال اريا لو رنتد، ايجار بسيط للناس اللي هم اللو انكم. يبقى ده الحل اللي هو ايه؟ حل جذري. ده اللي هو اباده العشوائيات. ثاني حاجه، اثنين السببين اللي بعد كده نمنع الاسباب. اثنين سبب يعني حلين مرتبطين بالكوزس، يعني تو كوزس. يبقى اول اثنين عشوائيات، والاثنين اللي بعد كده نشوف اسباب العشوائيات ايه ونمنعها. اشهر سببين ايه للعشوائيات؟ الاوفر بوبوليشن، يبقى نعمل ايه؟ نعمل بلان. طب والاربانيزيشن، نعمل كنترول لمشكله الايه؟ او مانجمنت لمشكله الاربانيزيشن. نعمل مانجمنت لمشكله الاربانيزيشن ازاي؟ ان احنا نوفر الخدمات في الريف زي ما هي موجوده فين؟ في المدينه.
طيب ايه هي الهازاردز اوف سلامز؟ احنا كده يا جماعه بنتكلم اهو واحده واحده، عرفنا شابتر الانفايرمنت عباره عن ايه، بنتكلم في الهاوسنج، وعرفنا عن ايه كلمه تاون بلاننج، وجت كلمه سانيتري هاوسنج. عكس كلمه سانيتري هاوسنج السلامز اللي هي كلمه مود، وقلنا اسباب السلامز وهاو تو سولف البروبلم اوف سلامز. عايزين نتكلم بقى ايه هي الهازاردز، الجدول ده ذكروه ازاي، ايه هي الهازاردز اوف سلامز او البول هاوس. الجدول ده معمول بطريقه كويسه جدا، ان هو ايه بقى، اول حاجتين بيزيدوا، قال لي السلامز بتزود الموربيديتي والمورتاليتي، هتذكر التايتل الكبيره الاول، وبعدين ساكنين في العشوائيات، العشوائيات بتزود الحوادث الاكسيدنتس، والاثنين اللي بعد كده اثنين ديكريز، بتقلل الفيزيكال افشنسي الصحه الجسميه، مكتوبه غلط مكتوب انكريز باي، وبتقلل الصحه العقليه السايكولوجيكال والمنتال افشنسي. انا بذاكر اهو هيجي لي في الامتحان مثلا انيوميريت الهازارد اوف سلامز، فاول حاجه بتزود الموربيديتي والمورتاليتي. ايه تعريف البور هاوسنج؟ لسه من شويه قايلينه كلمه مودي. اول حاجه اوفر ايه، اوفر كراود، يبقى ده اول حاجه اوفر كراود، يبقى اول حاجه اوفر كراود، متشكرين قوي. الاوفر كراودنج بيعمل مرض اسمه تي بي اللي هو سوشيال ديزيز يا دكتوره شروق، اوفر كراود. الحاجه الثانيه في تعريف السلامز كان ايه بتاعت مودي، الرطوبه الدامبنس والمولدز والفطريات. بتعمل ايه الرطوبه والفطريات؟ بتعمل السور سلوت او الاستريب بمشاكلها. حاولوا تركزوا معايا من فضلكم من فضلكم، ايه مشاكل السور سلوت لو ما اتعالجتش؟ تعمل حاجه اسمها روماتيك فيفر وروماتيك هارت ديزيز. الناس اللي البواب اللي ساكن تحت الفيرس سيلن ده في رطوبه في الفيرس ما بتدفاش، ممكن كمان يحصل ريسبيراتوري ديزيز، يحصل بقى الازمه والويزي شيست، تسمع صدر العلب يسيق والفيولايتس وراينايتس، وكمان الجلد ممكن يحصل اكزيما. كل ده بسبب الايه؟ الرطوبه والفطريات. طب الحاجه الثالثه في الديفينيشن كانت ايه بتاعت مودي؟ الاندور اير بوليوشن، صح؟ ايه مشكلات الاندور اير بوليوشن؟ فاكرين لما قلنا كلمه هيدفا؟ يبقى كلمه هيدفا اللي هي كانت الايه بتاعتها اللي مكتوبه عندكم في الكتاب اللي هي الازمه. فانا عايزك لما تيجي تذاكر ربنا يخليك ايه تحاول تربط الكلام ببعضه كده، وايه تستهدى بالله وتصلي على النبي. هو انا ممكن من دلوقتي اركز في الحاجات اللي جايه؟ ده الحاجات اللي جايه عليها درجات كتير، هي قليله بس. شابتر الاوتوميشنال ب 10 قد كده اهو، صغنطوط كده، والنان كوميونيكابل ب 15 قد كده اهو، فانت ممكن تركز وايه وتشيل من عليه. خلاص يبقى ده اول حاجه. في كمان الاكسبوجر تو كولد، يعني في البرد عشوائيات بقى وقعت في بير السلم، خلاص فلازم يدفي جسمه عشان يرجع تاني للسكن بتاعه، بدل ما هو ازرق يرجع للون الذهبي بتاعه. فكلمه ذهبي اللي هي ايه كلمه ذهبي؟ الاكسبوجر للكولد يا دكتور عبد الفتاح بيقلل البادي ريزيستنس. بتلاقي عين العيال بيجي لها برد من ابسط حاجه. الاتش معناها هايبوثيرميا، يعني هايبوثيرميا يعني درجه حراره جسمه اقل من الطبيعي. والبي برونكوس باس والاي بتاع الكلمه الذهبي انا عايزه يدفع عشان جسمه تاني يرجع للون الذهبي بتاعه، يحصل اسكيميك هارت ديزيز. بالمناسبه الاكسبوجر تو هيت بيعمل هايبر كوجابيلتي، والهوت امبريتشر برضه بتعمل هايبر كوجابيلتي. طيب نيجي نتكلم عن الحوادث. بيقولوا يا دكتوره شلوق ان الحوادث بتحصل 30 مره اكتر في العشوائيات عن الاماكن ايه اللي هي غير عشوائيات. زي ايه الحوادث ديت؟ الفايرز، الحرايق، الكتريك شوك، اي حاجه يعني. خلاص مثلا بويزنينج، جاز بويزنينج. طب نيجي نتكلم عن فيزيكال افشنسي. هتقل الفيزيكال افشنسي ليه؟ عناوين المنهج. ايه عناوين المنهج؟ اللي ساكن في عشوائيات ما عندوش بلكونات. على فكره بهتم قوي بالتايتل يا دكتور احمد، يا دكتور علاء والسب تايتل. اول حاجه الفنتيليشن مش كويس، يبقى ايه اديكوت فنتيليشن؟ ايه اللي يحصل لو الفنتيليشن مش كويس؟ زي ما احنا كده قاعدين في البدروم ده، ايه اللي يحصل؟ الايربورن انفكشن هتزيد، وكلمه هيدفع. فاكرين لما قلنا ايه؟ لما انت واقف في مكان مخنوق هيدفى، اللي هي ايه هيدفى؟ الهيدك والفاتيج والحاجات كده، والاريتيشن واللاسيتيوت وحاجات كده. طب ايه كمان؟ الفنتيليشن وحش، والاليومنيشن يا عم ده ما بيخشهاش الشمس يا عم. اليومنيشن ده لو في شباك هنا على مسقط حتى، مش على بلكونه مش على شارع. فلما ما بيخشهاش الشمس يا عم يبقى ايه اللي يحصل يا دكتور عصام؟ ريكتس. والحاجات بقى اللي هي ايه؟ طول عايشين في الضلمه على طول يحصل الاي سترين. اللي بعده يبقى لا في تهويه ولا في اضاءه، وفي ضوضاء لو في فرح بقى في الشارع بقى هيسمع لحد اخر النويز ومشاكل النويز. اللي بعدها المايه مش نظيفه، وبيروحوا يبنوا مايه مش عارف ايه بابليك ووتر سبلاي، مفيش حمامات والمايه مش نظيفه. وعيش حياتك بقى ايه هي الووتر بورن ديزيزز كوميونيكابل ونون كوميونيكابل. حد فاهم الكلام؟ طب الزباله الويست
عندهم الزباله ما حدش بيشيلها. لو دخلت كده اهوت هتتكعبل في الزباله، هتلاقي بقى ايه الزباله والمجاري والحاجات والحشرات وكلمه نويسنز باد اودر ريحه بتضايق، والابيرنس بتاع الزباله نفسه بيضايق والحشرات. اخر حاجه كمان مفيش سبيسنج بين كل شقه والتانيه، سواء في البلكونه ممكن يعدي كده ويعدي في الايه في الوسطه، يبقى نو ايه نو سبيسنج. طيب وكمان يا جماعه ايه اللي هيتجنن، ما فيش خصوصيه، فطبعا هم قريبين من بعض، حد بس كده فتح الشباك هتشوف كل حاجه بتحصل جوه، فيزيد معدل العنف والجريمه الفايلنس والايه والكرايم. طيب ممكن بقى يجي لك في الامتحان ايه هي الهاوسنج كواليتي ستاندردز، يعني معايير جوده المسكن، اكتب كده جنبها بتساوي كمان ممكن يجي لك يا دكتور علاء كرايتيريا اوف دويلنج يونتس، عشان لو جت كرايتيريا بتساوي حاجه اسمها كرايتيريا اوف دويلنج يونت، وحده سكنيه دويلنج دي دبليو مكتوب عندكم دويلنج، عارفه ويل دبليو اي ال ال اي ان جي، حط لها دي في الاول، يعني وحده سكنيه. ايه هي الكرايتيريا بتاعت الوحده السكنيه او الهاوسنج؟ يعني انا لما اجي اسكن في شقه او اقعد في بيت، ايه مواصفات البيت عشان ما بقاش عشوائيات؟ ايه هي الكرايتيريا؟ زي ما قلت لكم اسهل حاجه هتلاقوها شابتر الانفايرمنت، واللي زيه المان كوميونيتي النيتريشن فيه شويه فنيات، وعشان كده هبدا بيه بكره ان شاء الله. الاوكيبيشنال الاول عشان الاوكيبيشنال يعني ايه في كلام، النون كوميونيكابل سيبه الاخر لانه اسهل حاجه. اول حاجه الهاوسنج كواليتي ستاندرد، لما اجي ابني بيت بفكر يا دكاتره لو سمحت عشان بعد ما اخلص عايز اعيد الصفحه اللي ما اتشرحتش. مواصفات اي بيت، دور الاول على المكان اللي هتبني فيه البيت، الجار قبل الدار، السايت والنيبر هود، نقي مكان كويس عشان افدي نفسي وافدي صحتي. فكلمه افدي، افدي بالاي مش بالاي، افدي نفسي وافدي صحتي. نقي مكان كويس، كان زمان بقى يجي لك يقول لك سمع الصفحه ونص الهاوسنج كواليتي ستاندرز، المره دي مش هيقول لك كده، هيقول لك قول لي ثلاثه او اربعه. انا في رايي مش انا لوحدي يعني، راينا كلنا في الكليه ان الامتحان ده اسهل، بس عايز واحد بقى مش داخل منشن، لان نص الناس كانت ايه انا عايز اذاكر موضوع واحد في الدروبلت ويدخل يعني يجيب زي اللي طافح الدم ومذاكر طول السنه، اقول له ذاكر الديبول من الجايتس، لا عايز واحد دافن في المنهج وحافظ ايه ثلاث اربع حاجه من ايه من الايتمز كلها، يعني فرصه ان انت تجيب ال 150 درجه كاملين هتجيب اصل في نموذج اجابه هتنقص ليه. فاول حاجه لما نيجي نبني بيت بتتكلموا ليه يا جماعه مش هنخلص كده، لما نيجي نبني بيت نقي المكان، نقي الجار قبل الدار، السايت والنيبرهود، لازم المكان اللي هبني فيه البيت يكون فري فروم الدينجرز للاوكيبانتس، اوكيبانتس يعني السكان. اول حاجه يا دكتوره شلو يبقى بعيد عن الادفيرس افكتس، يعني بعيد عن الزلازل والبراكين، الحاجات الناتشرال والمان ميد، بعيد يا دكتوره ندى عن الاير بوليوشن، مش جنب مصنع، بعيد عن الفايرز، مش مكان جنب محطه بنزين، مش مكان جنب فلودنج، جنب البحر ممكن يحصل فيضان. اف دي علم على الحروف بس كده تساعدك. الدي معناها دينجرس ووكس، مش جنب طرق سريعه، طريق سريع ممكن يحصل حوادث. دينجرس ووكس الطرق اللي هي الخطره او الطرق السريعه. بعيد عن الاماكن اللي فيها زباله اكسسيف تراش، يعني مش جنب مقلب زباله او جنب مثلا في ميدان كبير وفي فيكولر ترافيك او تراش يعني زباله. فيكولر ترافيك يعني زحمه مواصلات. نويز يعني ضوضاء، فايبريشن يعني مش كل شويه بقى القطر بيعدي والسكه الحديد تهز البيت وتوقعه وتوقع كتب الكوميونتي وترجع تاخد تشيل الكتب والحاجات كلها. يبقى اول حاجه السايت، بعد السايت خلاص انت لقيت المكان هتجيب بقى البنا عشان يبني لك البيت، هتجيب البنا عشان يبني لك البيت. فبنقول بعد كده الاستراكشر والماتيريال، الاستراكشر ماده البناء، لازم ماده البناء يا جماعه لازم تكون مقاومه للرطوبه، يعني بيحطوا فيتامين كده، انت بتلاقي بيحطوا فيتامين في الاساس عشان تقاوم الرطوبه، حاجه اسمها دامب بروف فاونديشنز، فاونديشنز يعني اساس بالسين، بالسين يعني الاساس بيقاوم الرطوبه والحمامات البانيو كده قبل ما بيعمل بيشنو البانيو ده وحاجات بيحطوا زي الايه البلاك الاسود ده عشان الرطوبه، عشان الرطوبه لان الرطوبه بتجيب عفن وبتجيب امراض. خلاص انا بنيت البيت وبعد كده يا دكتور ندى بوصلت ايه الاستراكشر، بعد كده من حقي السبيس بقى، سبيس والسكيورتي، مش احنا قلنا من ضمن المشكلات ان مفيش سبيسنج؟ لا انا من حقي يبقى لكل اسره سبيشال دويلنج يونت فور ايتش فاميلي، من حق كل اسره ان هي تعيش في بيت خاص بيها، وعلى الاقل حجم البيت او عدد الاوض يكون مناسب للفاميلي سايز. في حاجه اسمها كراودنس اندكس اللي هو عدد الافراد اللي هو المفروض يكون لكل غرفه فردين على الاقل، يعني
يعني لو الاسره اربع افراد يبقى اوضتين نوم يعني بيت تو بيد رومز. فده اللي هو السبيس والسكيورتي. يبقى لو احنا عايزين نحفظهم كده وكعناوين كبيره يعني تايتلز وبعد كده ربنا يكرم بالسب تايتل، ثلاث حاجات بتوع حرف الاس اهو. انا بدور اول حاجه على الدار قبل الدار، ثاني حاجه هبني ازاي البيت ازاي، ثالث حاجه هعمل كام اوضه بقى، يعني هجيب المهندس يرسم. بعد كده هفكر في الاحتياجات الاساسيه للانسان. ايه هي الاحتياجات الاساسيه للانسان؟ الاحتياجات الاساسيه للانسان هما ثلاث: الهواء والميه والاكل. فاول حاجه الهواء، يبقى عندك عنوان اسمه الهواء او الانتيريور اير كواليتي. يعني ايه يا دكتور عبد العزيز انتيريور اير كواليتي؟ الهواء جوه البيت انا عايزه يبقى اول حاجه. يبقى ربنا كرم في التايتل الكبير. التايتل الصغير عايز المكان اللي يبقى بعيد عن الاير بوليوشن، الشبابيك بتفتح على بسائط او على الشارع، يعني في اير سيركيوليشن. اير سيركيوليشن الهواء بيتجدد، وعلى الاقل يبقى فيه اوبنبل ويندو على الاقل كل اوضه فيها شباك او 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 لوكال الحمام، حتى لو ما فيش شباك يبقى فيه شفاط لوكال اكزوست فنتيليشن. ده الهواء. بعد الهواء في ايه يا جماعه؟ الميه تبقى فري فروم كونتامينيشن. بعد الميه في ايه؟ ها الاكل. قال لك يبقى عندي ايه في الاكل؟ عندي بوتاجاز في المطبخ، كلمه اسمها يا دكتوره الاء سيوتابل اكوموديشن فور كوكينج. عندي بوتاجاز نطبخ عليه، وعندي نمالي يعني جايب دواليب في المطبخ عشان ايه ستور، وعندي رخامه عشان بريبير الفود، وعندي اوضه سفره عشان احط عليها الاكل، وعندي حوض في المطبخ. انتوا بتتحكم في عشوائيات، مفيش الكلام ده موجود، مفيش مطبخ اصلا، مفيش حوض في المطبخ، هو حوض في الحمام او في الطرقه مطبخ وحمام. معلش معلش احنا بنتكلم في الكلام ده يا دكتور عمرو، بطلوا بقى ركزوا معايا يا دكتور احمد ركز معايا. يبقى احنا بنقول الهواء والميه والاكل. كلمه سينك يعني حوض، كلمه سينك يعني حوض. طيب انا دورت دلوقتي، انا هبني بقى بيت واشطب الشقه، يبقى انا محتاج ايه لما اجي اشطب الشقه؟ افكر في ايه؟ الثلاثه اللي بعد كده. محتاج ان انا افكر في ايه؟ في الكهرباء، الكهرباء الالكتريستي والاليومينيشن. في فرق بين الالكتريستي والاليومينيشن. الاليومينيشن التهويه الناتشورال، لكن الالكتريستي معناها ايه؟ التهويه الارتفيشال او الاجهزه الكهربائيه. انا ممكن استنى لحد ما تخلصوا كلام، الناس اللي قاعده مش سامعه. وبعد كده التكييف بقى والحاجات الثيرمال انفايرمنت. طب نشوف مع بعض. اول حاجه الاليومينيشن، انا عايز يبقى في ناتشورال كل اوضه. في ناتشورال كلمه اور غلط مكتوبه غلط، معلش صلحيها. ناتشورال اند ارتفيشال اليومينيشن، يعني انا عايز كل اوضه عندي في الشقه فيها الشمس تخشها، سواء على وسط او على شارع، ولازم اعمل لها وصلات كهربائيه فيها اناره ارتفيشال وايه وناتشورال. قال لك بعد كده بالنسبه للكهرباء لازم نعمل سفيشنت الكتريكال سورسز، يعني تعمل فيش كتير في الشقه عشان ايه؟ تحط ايه؟ تقدر تركب اجهزه كهربائيه كتير، يعني تعمل حسابك وتزود الفيش، يبقى في الكتريك سورسز كتيره عشان الكتريك ابليانسز. لو انتوا شفتوا الشقه وهي بتتعمل كتشطيب اللي هي السلوك الايه بتعدي في مواسير حمراء كده بلاستيك، فقال لك لازم الكتريك وايرز والالكتريك فيكشرز الوصلات لازم تبقى سيف عشان ما يحصلش الكتريك شوك. فده بالنسبه للالكتريستي والاليومينيشن. بعد كده قال لك السيرمال، لو سمحت تستخدم جهاز تكييف سيستم فور هيتنج او سيستم فور كولينج، لكن اوعى تستخدم الدفايات الهيترز، لان الهيترز ديت احنا قلنا ايه؟ اللي بتستخدم الاويل ها او الناتشورال جاز، فاكرين؟ او الكيروسين بتطلع ايه؟ بتطلع ايرنانت جازز، خدناها الحصه اللي فاتت اللي هي النوكس والسوكس، او الاسفكسيانت جازز زي الكربون مونوكسايد. فلازم نعتمد على اجهزه سنترال ايه؟ هيتنج او كولينج سيستم. زي ما بدات الحوار بثلاث حاجات بتوع حرف الاس، سايت ستراكشر سبيس، اخر ثلاثه اللي هم برضو حرف الاس سانيتري فاسيلتي. يقصد بالسانيتري فاسيلتي بيت الراحه، الحمام. قال لك مفيش تعمل الحمام، يعني نقي كده مكان حلو كده ركنه تعمل فيها الحمام، يعني برايفت. الحمام يبقى فيه حوض، فيه ميه سخنه وميه ساقعه. بتضحكوا، احنا بنتكلم على ناس 75% من الناس ما عندهاش اصلا حمام برايفت، من الناس اللي 75% على مستوى العالم. يبقى في ميه سخنه وميه ساقعه. اخر حاجه خالص يبقى في صرف، حتى كاتب عندك اهوت في سيستم فور ديسبوزل سواء برايفت او بابليك، يعني في عندنا في المنصوره عمارات لها صرف خاص، مش مالهاش صرف ايه؟ صرف عام، يعني مفيش شبكه مجاري عامه.
فبينزلوا كده بيجمعوا ايه في مكانه بيتفضى اول باول. الاس الثانيه سموك ديتكتور، يعني يا ريت لو عندنا سموك ديتكتور. سموك ديتكتور ده جهاز كده انا ممكن اخليكم تسمعوا دلوقتي ال 11 نقطه اللي بيتكلم. سموك ديتكتور يعني جهاز بيعمل الار لما بيبقى فيه فاير او حريقه. سموك ديتكتور. وفي طبعا سلم طوارئ، دلوقتي ما بيسمحوش باي ترخيص لاي عماره الا ما يكون في سلم طوارئ، سلمين يعني فاير ستيرز. يبقى الاس اللي بعد كده سكيب سيستم او الفاير ستيرز. يبقى ايه هما بقى الهاوسنج كواليتي ستاندردز؟ واحد السايت والنيبر هود تختار الطرق للطار، لكن ابدي نفسي من المخاطر. الاستراكشر هيبني ازاي؟ بعد كده السبيس والسكيورتي اللي هو الكلاودز اندكس. بعد كده متطلبات الحياه الاساسيه الاير والووتر والفود. بعد كده الكهرباء والايومينيشن والحراره السيرفر التكييف. بعد كده الحمام السانيتري فاسيلتي الحمام والسموك ديتكتور. طيب بالنسبه للويست يا جماعه، في حاجه اسمها ميديكال ويست مهمه جدا. احنا طبعا شغالين دلوقتي في الجامعه تبع اداره الجامعه واداره الكليه، في ملف مفتوح بتاع النفايات والكيوميك صحه دكتور عصام بتاع النفايات او المخلفات الطبيه، والحمد لله قطعنا يعني في شغل كبير جدا. في ملف تاني هيتفتح فيه الستيك انجن، مش كده ولا ايه؟ وانتم موجودين فيه. فبالنسبه للميديكال ويست ما ينفعش نبقى دكاتره ومش عارفين يعني ايه ميديكال ويست. فطبعا دي من الحاجات المتوقعه في امتحان. ميديكال ويست يعني كل النفايات اللي هي دكتور عماد اللي هي تبقى جنريتد من كل الهيلث كير فاسيلتيز، سواء المستشفيات الهوسبيتال، سواء الكلينكس العيادات بتاع دكاتره الاسنان او الفيزيشنز، سواء الفيترينيريانز عيادات الدكاتره البيطريين، سواء الريسيرش سنترز مراكز البحوث او اللاب، كل دي اسمها ميديكال ويست. احنا عندنا حجم المشكله قد ايه؟ كل سرير بيطلع كيلو زباله في اليوم عندنا في مستشفى الجامعه كده. كل سرير بيطلع عليه عيان بيطلع كيلو زباله في اليوم. ايه نوع الزباله دي هنقول دلوقتي. طب انا عندي في مصر كام سرير في الهيلث كير فاسيلتيز اللي هي الحكوميه؟ 123 الف سرير، يعني في 123 كيلو زباله في اليوم. عندنا مثلا سيف مستشفى البطن التخصصي، انا ماسك هناك لجنه السلامه والصحه المهنيه، ففي ناس بتيجي عربيات بتيجي تعمل بتاخد الويست كل مرتين في الشتاء في الاسبوع وثلاث مرات في الصيف. هما بيجمعوا النفايات طبعا مرتين في اليوم وبيودوها في اوض خاصه لها كاركتر خاصه. موضوع كبير ومهم، فمش كده ولا ايه يا دكتور عصام اللي انا بقوله ده بجد صح؟ والدنيا كويسه وما عادش حد بيفوت لحد حاجه. فاحنا بنقول دلوقتي انا عندي في 123 الف كيلو زباله في اليوم، يعني 123 طن زباله بيطلع في اليوم، 20% منهم مش اوردينري ويست، ده هازاردس ويست. طب انا هسالكم سؤال بقى، لو جالك في الامتحان وقال لك ايه هو السورس؟ انيوميريت السورس بتاع الايه؟ الهوسبيتال ويست او الميديكال ويست، هتعرف؟ لازم تكون قاري. فعشان نعرف المصدر بتاع الميديكال ويست اللي هي كلمه بسكر لما بشم ريحه الزباله، البي اللي هي بايولوجيكال ويست، يعني الميديكال ويست دي في منها بايولوجيكال ويست، في سوليد ويست وفي كيميكال ويست. ما تفكروا كده معايا، انتوا النهارده بتتكلموا كتير ليه؟ في ايه النهارده؟ ما تركزوا كده معايا. وبعدين في حاجه اسمها راديو اكتيف ويست. بيولوجيكال ويست زي ايه؟ تفتكر ايه الحاجه اللي ممكن؟ الشاش والقطن والحاجات اللي هي كونتامينيتد بالبادي فلويدز بتاعت العيان والبلد والحاجات دي. دي اسمها بيولوجيكال ويست. طب ايه كمان؟ فكر كده ايه كمان بيولوجيكال؟ شغل دماغك كده يعني. انت ده على ده يعني فاهمين حاجه؟ يعني انا دلوقتي عم علي ده ايه؟ انا مش هسالكوا سؤال مستني الرد، انا بقول ثانيه واحده يا بص ما ينفعش كده، لازم تصحوا وتركزوا. ده الطبيعي بالنسبه لعم علي. ماشي ولا مش ماشي؟ جيت عملت الريشيو ده كام؟ يبقى اقل من الطبيعي ولا لا؟ يبقى ده اوبستراكتيف ولا ريستريكتيف؟ خلاص اوبستراكتيف. امال ليه بقى بتجيب البرسنتج اوف ذا بريدكت؟ يعني ليه بتقسم؟
الريش بتاعته اللي طلعت على الطبيعي. طب اسمع الدكتوره ندى، ها اسمع الدكتوره ندى كهرباء، ها حتى عارفه الدكتوره مين؟ انا من بجد انا مستني، ها ايوه لا مش عارف، عارف ليه بس؟ لا مش عارف. انا دلوقتي جبت الريش 55% قلت صح، قلت اهي، يبقى ده اوبستراكت مش قلت على الطبيعي بالنسبه لسنه، الطبيعي بالنسبه لسنه 43%، هي قلت اهو، يبقى ده ايه؟ انت قلت الكلمه صح، ريح ايه؟ عشان اعرف الديجري بتاعت الاوبستراكشن، اعرف الديجري بتاعت الديسابيلتي، هو خلاص هنا عنده اوبستراكشن خلاص، هو اوبستراكت والله، بس عايز اعرف هو مايلد ولا مودريت ولا سيفير. انا زعلان منكم والله، والله العظيم زعلان منكم. استني يا رايه بس، يبقى انا مقسم 55 على 83 النسبه طلعت 66%، يبقى ده مثلا ايه؟ بس ال 66 دي من 100% يا باشا، 66 دي اللي هي 55 على 83 في 100، لما اقسم 55 على 83 هتطلع النسبه كام؟ 66%. فبالتالي درجه الايه؟ اعرف كده درجه الايه؟ نسبته بالنسبه للطبيعي اللي في سنه عشان اعرف تيجي له في اوبستراكشن. ايوه يا علاء قول. على فكره يا جماعه استنوا بقى، ها ما انا عارف الاوبستراكشن مش حاجه ضايقت، الاوبستراكشن يعني واحد اتعرض لبومرجوت، بومرجوت القطن النصف، واحد منجد عارف المنجد، فلما اتعرض حصل انهيليشن للقطن النصف، القطن النصف السايز بتاع الفايبرز كبير مش صغير، فمش هيوصل للترمينال برونكايو برونكيوز يعمل فايبروزس، لا ده هيعمل برونكوس بازل بس كده، فده زي البرونكا الازمه. الاوبستراكشن يا علاء، بص يا علاء ده كده الايه؟ ده كده مثال اوبستراكشن، هو دي اللونج مثلا كده، اوبستراكشن يعني حاجه في هنا كده، ده اسمه اوبستراكتيف ليجن، لكن ريستريكتيف ليجن يعني في فايبروزس في حته لونج كده، ده مثال لحاجه اوبستراكتيف وده مثال لحاجه ريستريكتيف. اللي في الاوبستراكتيف ليجن انا هشرح لك، ما انا هقول لك طيب هنكمل الحصه هناك وبعد ما نخلص. انت فاهمه يا منى ولا مش فاهمه؟ يعني تقدري تقولي لها ولا بعد الحصه هقول لك؟ وبعدين مش فاهمه انت كمان يا منى؟ رد عليا اه ولا لا؟ طب يا ماشي هكمل انا بقى، هكمل طب انا عندي فكره، انا هكمل واعتبر ان انا لوحدي اللي فاهم، وبعد ما اخلص الحصه اي حد مش فاهم مش همشيكم ولا مشروع خلاص؟ عشان لو انا دلوقتي شرحت من اول وجديد هلخبط الناس اللي قاعده. ممكن انت مش فاهم حاجه خالص، انا هقول لك بعد الحصه في خمس دقايق هفهمك كل حاجه، اسبوع علي. حد تاني مش فاهم حته معينه ولا برضه مش فاهمين الكلام كله من اول وجديد؟ انا مش زعلان، انتوا متخيلين انا زعلان؟ مين اللي مش فاهم وانا قاعد بالاول؟ دكتور يعني هو في ريستريكتد ايه؟ في ريستريكتد البوليوم بيقل والوقت كمان بيقل صح؟ في ايه؟ في ريستريكتد في ريستريكتد ريستريكتد ده ايه اللي بيحصل؟ الفوليوم بيقل اللي هو الفوليوم اللي هو اللي داخل بيقل واللي خارج برضه بيقل، يعني فورس الفايتال كباستي بتقل. طب ارد عليها؟ اشرح من الاول خالص؟ انا مش عارف والله، اشرح من الاول خالص. لا 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 بيقيس المينرال انتنستي، لا ده نسمع من اول، الله ينور عليك، حلو قوي قوي، انا مبسوط كده. طيب الجهاز ده اسمه، ده بيجي لك في الامتحان وهيجيب لك كده في الاختيارات الجهاز ده بيستخدم في ايه، او قول وسطرون دي اكسل، ده اسمه اوديومتر، حلو الكلام؟ يبقى ده جهاز بيقيس الهيرنج ابيليتي او الهيرنج سيليشن اوف ابيرسون. طيب الجهاز ده بيطلع ورقه مرسومه اسمها اوديوجرام. يعني ايه كلمه اوديوجرام يا دكتوره مرهان؟ ده نفس الكلام ده عباره عن شرط رسمه خلاص،
بتبين لي نوع الهيلينج دوس، يا ترى سنسور نيورال ولا كونفكتيف ولا ميكس. حلو قوي قوي جميل. تعالى استنى اهو. ايوه ايوه يا دكتور مؤيد، خليك بقى معايا يا دكتور مؤيد. انا عايز من حضرتك، انت مش تيجي كلكم دكاتره اي ان تي، فانا عايز من حضراتكم، انا عايز من حضراتكم اما تشوفوا دوت هتعمل لهم سحبيه فين؟ بس لما تشوفوا ده تعرفوا ده اسمه اوديو جرام. يعني اوديو جرام؟ انتوا كلكم خدتوا اي ان تي واساسا في اي ان تي فاهمين. ماشي 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 خلاص خلاص اهو. ده اسمه اوديو جرام. عباره عن ايه اوديو جرام؟ عباره عن فيرتيكال لاين وهوريزونتال لاين. ناخد مثال ده مثلا. الفيرتيكال لاين ده بادئ بايه؟ ده بالديسيبل. الديسيبل ده اللي هو وحده قياس شده الصوت اللي هو النويز انتنسيتي. يعني ايه نويز انتنسيتي؟ اللي هو الامبليتود بتاعه الويف. خلاص بادئ بالعكس، يعني الزيرو مش تحت، الزيرو من فوق. بادئ بماينس 10. اشمعنى ماينس 10؟ لان النورمال هيلينج ثريشولد بيبقى من ماينس 10 لحد 25. لان ماينس 10 ده لوغاريتمات، يعني ده قيمه. ماينس 10 ده يعني واحد مش عارف من مليون ولا مش عارف من 10 مليون ولا حاجه كده. فالنورمال هيلينج ثريشولد من ماينس 10 لكام؟ لحد 25. خلاص كده. طيب ببدا اهو 10 ماينس 10 0 لحد 100. طب هنا على الهوريزونتال اكسس بنمشي ان تيرمز اوف ايه؟ الهيرتز اللي هي الفريكونسي. يعني ايه كلمه فريكونسي؟ لو عدد الموجات التردد، لو عدد الموجات في الثانيه. بادئين بالايه؟ بالمضاعفات. 125 هرتز، 250، ضعف 250، 500، 1000، 2000 وهكذا. بطلب من الشخص ده في سماعه كده حمراء على ودنه اليمين وسماعه زرقاء على ودنه الشمال. في زرار كده بدوس عليه زر لونه احمر، يبقى الصوت اللي اسمعه اسمعه في ودنه اليمين. ماشي. في اوديومتري، في ميجرز كتير بقى للاوديومتري. كلام جميل قوي قوي. طيب هنفترض ان دي كده، ان كل دول للرايت اير بس، بنقيس الرايت اير بس. اللون الاحمر ده الاير كوندكشن، واللون الازرق ده البون ايه؟ كوندكشن. زي ما انتوا اساتذه في الام دي هتلاقوا هنا كل اللي خطين على بعض في الاربع رسمات. يبقى ده نوع الهيرنج لوس هنا ايه؟ سنسوري نيورال. لان معلومه قديمه انتوا عارفينها ان السنسوري نيورال هيرنج لوس البون كوندكشن ثريشولدز والاير كوندكشن ثريشولدز شوينج ذا سيم اماونت اوف هيرنج لوس. حلو الكلام؟ ماشي يعني. طيب الشطاره ايه اللي بيحصل بالظبط؟ باجي او ايه مثبت في زراير كده اتحرك بالعرض وزراير بالطول. باجي اثبت زرار كده عند ايه؟ 250، وانزل في زرار بالطول. انا بموجز شده الصوت بتختلف باختلاف التردد، فانا اثبت التردد عند كام؟ 250، وابدا العب في الزرار بتاع شده عند 10 مش سامع، 20 مش سامع، 30 مش سامع، بدا يسمع عند 40. ابدا احرك الفريكونسي وابدا اقيس تاني وابدا ارسم الايه؟ الكيرف. وصلت؟ انتوا مش دكاتره اي ان تي، لكن دوركم ايه؟ لما تشوفوا ده تقول ده اسمه اوديوجرام يا دكتور. طب نوع الهيرنج بص هنا ايه؟ سنسوري ولا الاول تعرف ده نورمال ولا عنده مشكله؟ تعرفي منين؟ ما انا قلت النورمال ده اللي فوق ده نورمال، عرفت منين ان هو نورمال؟ الخطين في الرينج اللي هو من ماينس 10 لكام؟ ل 25. يبقى اي حاجه ثانيه تدور ايه؟ مش نورمال. خلاص ده مايل، ده مودريت، ده سيفير، على حسب الديجري اوف هيرنج ايه؟ اوف هيرنج لوس. اتفقنا؟ طيب ماشي يا عم. نرجع تاني نكمل موضوعنا. يبقى يعني ايه كلمه هيرنج ثريشولد؟ يعني اقل نسبه صوت، اقل شده صوت عند كل فريكونس، عند كل تردد. كلمه بيتش يعني فريكونس تردد. يبقى ذا سوفتست ساوند ا بيرسون كان هير ات اتش بيتش. طيب النورمال هيرنج ثريشولد كام؟ ماينس 10 من 25. بيجي في الامتحان ام سي كيو يا دكتور هاي الاوديبل فريكونس رينج كام؟ من 10000 ل 10 10000 ولا من 20 ل 20000؟ ربنا سبحانه وتعالى لما جه خلق الهيومن اير تسمع الاصوات من رحمه ربنا اللي ترددها من 20 ل 20000. الاصوات اللي ترددها اقل من 20 ما بنسمعهاش، ولا اكثر من 20000 ما بنسمعهاش. خلاص اتفقنا؟ طيب ايه الانديكيشنز بتاعت الاوديومتري؟ زي الانديكيشن بتاعت السبايرومتري اللي احنا بنستخدمها. اقول كده بري امبلويمنت اكزامينيشن عشان نشوف بيز لاين داتا او الاوديومتري فانكشن. ينفع اجيب واحده شغاله في مصنع سيف وهو قدامه تعبانه؟ ثاني حاجه بيريودك اكزامينيشن. ثالث حاجه دايجنوز اوف نهايه اللي هي نويز اندوسد هيرنج لوس. ثالث حاجه او رابع حاجه حاجه اسمها فانكشنال جايد. يعني ايه فانكشنال جايد؟ يعني انا لما اعمل واحد اوديومتري واشوف الهيرنج لوس اللي عنده اقوم اقول ده والله محتاج سماعه هيرنج ايه؟ بروتكتيف ديفايس، محتاج سيرجيكال انترفيرنس، محتاج ميديكال تريننج. خامس حاجه ودي مهمه بتيجي مساله في الامتحان وبتيجي ام سي كيو اكيد جايبكم ان شاء الله، كالكيوليشن اوف البرسنتج اوف الهيرنج امبيرمنت.
بنستخدمه عشان نحسب درجة العجز، حاجة اسمها الهيرينج امبيرمنت والهانديكاب. وأشرحها لكم بعدين بس مش وقتكم. إيه الفرق بين الامبيرمنت والديسابيليتي والهانديكاب؟ خلاص، يبقى أنا بحسب الهيرينج امبيرمنت ليه؟ عشان اللي هي التعويضات، التعويض. التعويض بيتصرف على حسب درجة العجز اللي عندي. ندخل بقى في المسألة اللي بتيجي في الامتحان. بصوا بقى، خشوا في المثال على طول، احسبوكم الايه من الكالكوليشن، خش على طول على الابلايد كيس. نفس الكلام بالظبط على الابلايد كيس على طول. عم احمد عنده 50 سنة. عم احمد عنده 50 سنة، اشتغل في مصنع نسيج ويفنج اندستري. بقى له 20 سنة يخبر واكسبوز للضوضاء اكتر او حوالي 100 ديسيبل. هناخد ان شاء الله كمان شوية ان النورمال هيرنج سيشن المفروض ما يزيدش عن 85 ديسيبل. كلمة باند ايه دي؟ اللي هي الاوديبل فريكوانسي رينج. مش احنا قلنا ان ربنا سبحانه على خلقنا نسمع اصوات اللي ترددها من 20 ل 20000؟ دي اسمها باند ايه. اللي اقل من 20 اسمهم بي، والاكثر من 20 من 200000 من 20000 اسمهم سي. فاحنا ربنا سبحانه على خلقنا نسمع اصوات اللي ترددها في باند ايه. عم احمد ده ما عادش بيسمع كويس في امبيرد ايه، ودانه بدا يبقى فيه فاتيجابيلتي، بدا يبقى فيه ديمينيشن بيرفورمانس ات ورك. فجينا عملنا له اوديومتري، عملنا له يا دكتوره ندى اوديومتري في ودنه اليمين وفي ودنه الشمال. طلع الافريج هيرنج ثريشولد في ودنه اليمين 30. عارفين يعني ايه كلمه افريج؟ يعني جبنا الهيرنج ثريشولد عند كل فريكوانسي وجبنا المتوسط. فطلع الافريج بيسمع في ودنه اليمين اول 30، بيسمع في ودنه الشمال من اول 40. عايزين نحسب درجه العكس. المساله بقى نحسبها ازاي؟ احفظوا القانون. قال لي عشان، ودي بتيجي في الامتحان، عشان نحسب البرسنتج اوف الهيرنج امبيرمنت في الودن اليمين، القانون بيقول 1.5. 1.5 دي من عندنا، احفظها رقم، احفظه 1.5 رقم، احفظه في الفرق ما بين الكالكيوليتد والنورمال هيرنج ثريشولد. الكالكيوليتد كام في الودن اليمين؟ 30. والنورمال كام الابر ليميت؟ 25. يبقى 30 ناقص 25، 5 في 1.5 7.5% درجة العجز في ودنه اليمين. طب درجة العجز في ودنه الشمال كام؟ احنا قلنا 1.5 اللي عندنا احنا هنحفظها. في الفرق ما بين الكالكيوليتد في ودنه الشمال كام؟ 40، والنورمال 25. يبقى 1.5 في 15 يطلع كام؟ 22.5. انا مش بصرف له التفاهم، انا مش بصرف له التعويض لكل ودن لوحدها. خلاص، فاحنا بنحسب حاجه اسمها هيرنج هاند كاب. ففي معادله بنربط الاثنين مع بعض اسمها الهيرنج هاند كاب. المعادله دي بتقول ايه؟ هتحفظوها. بتقول ايه المعادله ديت؟ قال لك بتساوي المعادله دي السمولر بيرسنتج، يعني النسبه الاقل. ودنه هنا الاحلى اليمين ولا الشمال؟ اليمين. يبقى انا هضرب النسبه الاقل في 5. 5 دي من عندنا، يبقى 7.5 في 5 بكام؟ 37.5 زائد اللارجر بيرسنتج واجمعها على النسبه الكبيره. يبقى انا هضرب الصغيره عشان اكبرها، يبقى 7.5 في 5 37.5 زائد النسبه الكبيره اللي هي كام؟ 22.5 يطلع 60. هقسمه على 6 من عندنا احنا 6 هنا، يطلع 10%. دي اسمها ايه؟ نسبه الهيرنج هاند كاب. دي نتيجه في الامتحان يا جماعه. يبقى ده بالنسبه للمساله. طيب نيجي بقى نتكلم انواع الهيرنج. بص ايه؟ احنا قلنا ده سنسوري نيورال. عرفت منين يا دكتور ان ده سنسوري نيورال؟ لان احنا قلنا من شويه زي ما الدكتور مؤيد قال الاير كوندكشن ثريشولدز والبون كوندكشن ثريشولدز مع بعض الاثنين. طب بصوا كده اللي هيجي لي في الامتحان بقى، ليه اللي هتيجي في الامتحان اهو يا دكتور هيثم بتساليني الاسئله، ده اللي جاي في الامتحان الكيرف ده. ده كده بصوا دول خطين فوق بعض على فكره، بس خط معمول باقواس اللي هو ده اهو. بص كده اهو بالمنظر ده، وايه وخط معمول ايه؟ بالاكس. القوس ده بيمثل البون كوندكشن، والاكس بيمثل الاير كوندكشن. يبقى الخطين على بعض ولا مش على بعض؟ يبقى ده سنسور نيورال ولا كوندكتيف؟ سنسور نيورال. بس ايه بقى؟ لو جالي في الامتحان مش هقول ان ده سنسور نيورال. هو انا عايز احدد انهي نوع بقى سنسور. اصل اسباب السنسور نيورال كتير. يا ترى بنسبه اكيوزس ولا بسبب فايرال انفكشن ولا اوتو توكسيك دراجز؟ لا بص بقى، ده في نوتش اهو. الوحيد نوع الوحيد اللي بيعمل سنسور نيورال جيرنج لوس معنوش اللي هو النويز انديوز هيرنج لوس الضوضاء. سبحان الله، دي حاجه بتاعت ربنا، وهناخد الكلام ده بالتفصيل في شابتر الاوكيبيشنال هيلث. يبقى ده يا الاء لو جالك في الامتحان الكيرف ده هتختاري في نوتش. اسالوني عايزين ايه؟ يبقى
يبقى هنا الحاجه الوحيده اللي بتعمل نوتش اللي هو مين؟ الضوضاء. بيسموه نويز انديوسد هيلينج لوس. الوحيد اللي بيعمل نوتش. هيجيلك في الامتحان الكيرف ده اختار كلمه سنسوري. يو ده اللي كتب سنسوري غلط. اكتب كلمه ايه؟ نويز انديوسد هيلينج لوس. ايه الكاركتر بتاعت النويز انديوسد هيلينج لوس؟ واحد سنسوري نيور. بيجيلك بقى هايدي دكتور هايدي يقول لك ايه في الامتحان؟ All the following are characters of this curve except وحط لي كلمة conduct فاختار كلمة ايه؟ conduct. غلط. يبقى هو أول حاجة sensory neural. تاني حاجة bilateral. بعد كده gradual. بعد كده بيحصل لما الواحد عرض ضباء أكتر من 85 ديسيبل. طب اشمعنى بقى في نوتش هنا؟ وقتها النوتش دي عند كام هرتز؟ 4 كيلو هرتز أو 4000 هرتز. قبلها يسمع كويس وبعدها يسمع كويس. يعني النورمال كونفرسيشن المحادثه يسمعها كويس. ليه؟ لان انت لو جيت فردته البزر من البرين وشفت الهيرسلز اللي موجوده في الكوكليا هتلاقي ان النويز سبحان الله بيضرب حاجه اسمها البند اوف ذا كوكليا. في حته في الكوكليا كده اناتوميكال ستراكشر اسمها البند اللي هي الايه؟ الركبه. حته كده اسمها البند اوف ذا كوكليا. الضوضاء النويز بيأثر على البند اوف ذا كوكليا. الهيرسلز اللي في البند اوف ذا كوكليا الهيرسلز دي مسؤوله عن الاصوات اللي ترددها من 3000 ستافيرتز. فعشان كده السمع بتأثر في الحته دي اللي هي من 3000 ستافيرتز. فهمتوا الكلام؟ يبقى ده اسمه نويز انديوسد هيرنج لوس. وادي الكاركترز بتاعته هتحفظوها والريفرسبل طبعا. طب لو انا جيت بصيت كده على الكيرف ده بص كده على الاوديو جرام ده. الاوديو جرام ده بيبين انهي نوع من الهيرنج لوس. عرفت منين ان ده اللي فوق ده البون كوندكشن سيرشن نورمال. اللي بيأثر هنا مين؟ الاير كوندكشن سيرشن. هنا الاير اتاثر لكن البول ما اتاثرش. ده اسمه كوندكتر. مش علينا بقى الاسباب. انا مش بتاع اي مدين خلاص. طب بصوا كده على الكيرف ده. ايه رايكم في الكيرف ده؟ عرفت منين هو ميكس؟ الاثنين اتاثروا بس الريدكشن او اللي اتاثر اكتر الاير ولا البون؟ الاير. الاير هو اللي تحت. يعني الاير والبون الاثنين اتاثروا بس اللي اتاثر اكتر مين؟ يبقى انا ممكن احط قاعده ظريفه جدا. ايه هي؟ لو الاير كوندكشن والبون كوندكشن اتاثروا بنفس الطريقه سنسوري نيور. لو اتاثر في الاير اكتر من البون ميكس. لو الاير اتاثر لوحده والبون لا يبقى كوندكتر. نورمال يعني ايه نورمال؟ ما هو نورمال اللي هو ده نورمال. فين؟ اه في جاب. في الكوندكتر في جاب حاجه اسمها ايه؟ بون جاب. حطها في الان دي نورمال اهو. ده نورمال. نورمال يعني ايه؟ الكيرف مرسوم في الحته بتاعت الايه؟ الرينج اللي هو من ماينس 10 طيب. امال ايه بقى السمت اللي في الهيتر؟ ده جهاز مالوش علاقه بالعمال. ده جهاز عامل زي بتاع ده اهي. عامل زي بتاع اللي بمسح فيه. جهاز ده عباره عن زي في مصفى. لو انت عاملين ضوضاء الجهاز ده اسمه ساوند ليفل ميتر. عارفه بقى بيجيب لك الاسئله بتاعت الام اس كيو يا ندى. بيجيب لك الجهاز ده مش هيقول لك طبعا ده اسمه ايه؟ يعني مش هيقول لك في الاختيار ده اسمه ساوند ريت ميتر ولا جاجر مولر ولا لا طبعا. هيقول لك الجهاز ده بيستخدم ويقوم حاطط لك ايه؟ بري امبلويمنت اكزامينشن غلط. بريوتيك اكزامينشن غلط. ده ملوش علاقه بالعمال. عمال الجهاز ده بيقيس ايه؟ شركه الضوضاء في مكان العمل. ده في مصفى كده فبيحول الضوضاء الى الكتريك سيجنال. يعني الضوضاء بتدخل من هنا كده تحول الى اشاره كهربائيه ويعرض شده الضوضاء ان ترم اوف ديسيبل بوحده قياس الديسيبل على انديكيتور كده. ده اسمه ايه؟ ساوند ليفل ميتر. هذا الجهاز اول حاجه في استخدامه بيقيس شده الضوضاء. افرض هنا دي شده الضوضاء بانها 100 ديسيبل. يا لطيف رقم 2 كاتب ايه؟ ايفالويت هيرنج بروتكتورز. يقول لي على حسب شده الضوضاء اللي اتقاست احنا محتاجين الاير مافس ولا محتاجين اير بلاكس. فهمت رقم 2 مكتوب ايه؟ يعني رقم 2 بيقول لي بناء على القرايه اللي اداها لي فبيقول لي يا ترى احنا محتاجين الاير مافس ولا محتاجين اير بلاكس. يبقى ايه؟ يبقى ايفالويت الهيرنج بروتكتورز. مافس اللي هي سماعات الاذن اللي هي السماعات مافس هناخدها دلوقتي انا بشرحها. يعني كلمه اسمها يا سينا ايفالويت هيرنج بروتكتورز يعني بتقيم لي انا محتاج انهي نوع من الهيرنج بروتكتورز. هناخدها الحصه الجايه. لو المكان فيه ضوضاء شديده بحتاج البس المفص اللي هي السماعات اللي بتغطي المصدوق يكون عشان اقلل الاير والبون كونتاكشن. لكن لو المكان فيه ضوضاء قليله ممكن ايه نستخدم الاير بلس. فاهمه يا جماعه؟ طيب يبقى ده بالنسبه رقم 3. انا لقيت المكان فيه ضوضاء جامده جدا يبقى احنا لازم نعمل ايه؟ كنترول ميجرز في المكان. نحط باريرز مش عارف نحط ايه
فبعد ما احط الباريرز واعمل الكنترول ميجرز ارجع اقيس ثاني واشوف يا ترى الضوضاء قلت ولا لا. يبقى رقم 3 عايز اقيس او اشوف الاديكواسي او الايه يعني او في الكنترول ميجرز او الانجينيرنج كنترول ميجرز عايز اقيمها اللي هي اجراءات التحكم الهندسيه يا ترى قللت الضوضاء ولا ما قللتش الضوضاء. طب انا عايز اخد رايكم في حاجه. لو انا بقيس الضوضاء ايه شروط الجهاز ده؟ اول حاجه قال لي مصري دي كالبريت زي الميزان اللي في البيت.